السلام عليكم، مرحبا بكم معنا لالا بلوس. معكم شيف فرح القرماعي والشيف العلوي الحسن. غادي نقدموا لكم ان سلطه هاويان خفيفه ومنعشه. بالنسبه للمكونات اللي غادي نحتاجوا لهم ان شاء الله، غادي نحتاجوا عندنا المونك، اناناس، عندنا كيوي، لافوكا، وغادي نحتاجوا الروساو اللي غادي يكونوا سلقناه، غادي نحتاجوا الكروفيت والحامض. بالنسبه للصوص غادي نحتاجوا المايس، لي سوريمي. بالنسبه للتوابل غادي نحتاجوا البزار، الملحه، وشويه ديال الخل، وغادي نحتاج قليل من الزيت باش غادي نحضروا صوص فينيغريت. دابا بالنسبه للطريقه، الطريقه غادي ناخذوا الفواكه ديالنا، غادي نقطعوا المانغ طريفات صغار، اناناس كذلك، كيوي، لافوكا حتى هي غادي نقطعوها ونعصروا على الحامض باش ما تاكسدش لينا، وغادي نحتاجوا شويه ديال السيبولات حتى الاخر. الروز بطبيعه الحال غادي نكونوا سلقناه، الكروفيت كذلك غادي نكونوا سلقناهم، المايس غادي نخليوها كيف اللي هو. بالنسبه لي سوريمي غنقطعوهم مربعات، وغادي نحضروا صلصه الفينيغريت. غادي نديروا فيها نص حامضه معصره، ومعلقه ديال الخل، بزار، ملح، والقليل من الزيت زيتون، وقليل من زيت المائده. اذا غادي ناخذوا في اناء، غادي نديروا جميع المكونات اللي سبق لي ذكرت، وغادي نديروا عليهم صوص فينيغريت، وغادي نقدموهم للعائله ديالنا وبالصحه والراحه.